في الدفاع مارك هيل ابراهيم خلفان من جانب شواردار وابن خلف الله على طريقة الكبار يلعب وسط الميدان اللاعب الخطير هو ابراهيم موسيس من جانبه يلعب موديس تيمبابي موريس بيلاي وايضا جوسي كراس حربة يلعب نادي وفولام الانجليزي في حراسة المرمى شواردار في الدفاع يلعب بكل من رويزي فلاديمير ووسط قلبي دفاع مارك يوكس من جانب انجلاند والجبهة اليمنى يلعب باللاعب ستيفن كيلي وسط الميدان دراكس مع ايتو هوكا خطير ديكاز من جانب داني مارفي وفي الجبهة اليمنى يلعب بدوف وفي القلب الى الجناح الايمن يلعب باللاعب ديمسي وراس حربة يلعب ببابي زامارا الدولة الانجليزي من جانبه يلعب الخطير ماركيرو فوند اندريا جونسون خطير هذه المحاولة الجانب اللاعب الخطير اندريا جونسون عند المناورة عند التغطية مدافع في الخطيرة يلعب من اجل التثبيت ويلعب من اجل ذكرى يسمونها ذكرى الانقلاب وجبهة التاريخ على طريقة السيناريوهات الكبيرة يلعب زامورا الهداف التاريخي لفولام برصيد 215 هدف في تاريخه مع الدوري الانجليزي ومع المنتخب الانجليزي سجل ما يزيد على 15 هدف يا له من فتاك ويا له من ممتع انه بابي زامورا تمشي الكرة خطيرة يوزع شيء غريب يا عمري مرت بيمان على الحارس كاراسو الحكم ماذا يقول لنادي فولام قتلهم الحكم ذبحهم الحكم مش ركلة جزاء يا سلام عدى زامورا الاول التاني ما يتعداش يخسر الكرة ويخسر الرهان ويخسر السيناريو ويخسر التثبيت ويخسر الذكرى ويخسر الفاس والهدف بالراس يخسر ويخسر الكاس غير عادي مرة وسيأتي بالمرتين والصافرة الحكم تأتي لنهاية المباراة والفائز هو بوردو لأنه فاز في الحديقة السعيدة 3-1 وتعادل في فولام 0-0 غير عادي مرة يا زامورا ليس الحد حالفك هذه الليلة إلى اللقاء المرة المقبلة في مباراة العودة مع نادي بوردو وبورتو الفرنسي بورتو البرتغال في نهائي دوري أبطال أوروبا.